اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا المشهد الجديد الذي ياتيكم على شاشه النيل الاخبار والذي نطل من خلاله حدث من اهم وابرز احداث الساعه. ربما ما يحدث حاليا في تركيا بيعتبر من اكثر الاحداث التي بالفعل تعد محل للراي العام ومحل جدل، وذلك على المستوى العالمي بشكل عام، وربما أيضا التداعيات الخطيرة التي أعقبت عملية التمرد الفاشلة التي تعرضت لها تركيا هي محل الاهتمام خلال هذه الأونة، وذلك من خلال حملة الاعتقالات وكذلك الإقالات أيضا التي شملت مختلف صفوف مؤسسات الدولة، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي طرأت على تركيا. مشاهدينا الكرام، نفتح معا هذا الملف من خلال التقرير الذي سنتابعه الآن، ولكن في البداية أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد عز الدين، الكاتب والخبير في الشؤون الاستراتيجية. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. نتابع مع حضرتك هذا التقرير ونعود للحوار بشكل مفصل. نتابع مع حضرتكم هذا التقرير. هزة رجت أركان النظام السياسي في تركيا ولا زالت تبعاتها العنيفة تتوالى. هكذا يبدو المشهد الحالي في تركيا في أعقاب محاولة التمرد العسكري الفاشلة التي جرت مؤخرا. فتركيا تستعد لإجراءات طارئة لتعزيز الاستقرار بعد محاولة التمرد وتفادي الأضرار الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه عمليات تطهير استهدفت الآلاف من قوات الشرطة ورجال القضاء والقطاع الحكومي والأكاديميين، وجرى فصل أو اعتقال نحو 50,000 من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة التمرد العسكري، وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى والحليفة للغرب ضد تنظيم داعش. وفي إطار الإجراءات العقابية التي يتخذها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، تم منع الأكاديميين من السفر إلى خارج البلاد، فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت يهدف إلى منع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري محاولة التمرد من الجامعات. ويتهم الرئيس التركي شبكة يتزعمها رجل الدين فتح الله جولين الذي يعيش في الولايات المتحدة، يتهمه بالمسؤولية عن محاولة التمرد التي وقعت مساء الجمعة الماضي، وأثار عمق ونطاق عمليات التطهير مخاوف لدى حلفاء تركيا الغربيين من أن أردوغان يسعى إلى قمع كل المعارضين حتى لو لم يكن لهم صلة بالمخطط. وفي أعقاب محاولة التمرد العسكري، طلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم فتح الله جولين، إلا أن الأخيرة طلبتها بتقديم لائحة اتهام محددة ضده وليس مجرد شبهات. وعليه فقد هددت تركيا بمراجعة علاقاتها بالولايات المتحدة، فيما يبدو وكأنه لهجة جديدة في الخطاب السياسي التركي مع الأطراف الدولية المختلفة. مشاهدينا الكرام، بعد متابعة هذا التقرير مرة أخرى أجدد الترحيب بالأستاذ أحمد عز الدين، الكاتب والخبير في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بحضرتك مرة أخرى أستاذ أحمد. بعد متابعة هذا التقرير اللي تضمن بداية التطورات طبعا التي حدثت في تركيا، عايز أتكلم على التطور الأخير، عملية التطهير وحملة الاعتقالات الواسعة والإقالات في مختلف صفوف يعني مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة. كيف تقيم ما يفعله أردوغان حاليا؟ معلش أنا عايز أبدأ من نقطة أخرى يعني، لأنها يعني تبدو عابرة في سياق الموضوع كله، وبعدين نذهب إلى مبرر أو ما يقال أنه مبرر لهذه الاعتقالات. يعني أنا مثلا أولى أحد يتصور أن السيد أردوغان يخرج بعد 7 ساعات أو 8 ساعات من وضع مفزع ومن ارتباك شديد جدا، وحتى في لحظة عدم سيطرة كاملة على الوضع في تركيا، ليكون جزءا جوهريا في خطابه يتضمن اسم مصر والجيش المصري. شيء مدهش جدا في هذه لحظة الارتباك العصيبة دي، ان حد وهو يلملم ما تناثر وما تمزق وما تحطم وما تهشم وما لا يبدو حتى في العمق حتى هذه اللحظة، ان يبقى بلا وعي او بوعي يتحدث عن الجيش المصري ومصر. هذا لا يعني إلا أحد أمرين، إما أنه يعرف بجدية شديدة أن ثورة 30 يونيو في مصر ما يعني كانت منعطفا خطيرا جدا في الوضع الإقليمي كله وخاصة بالنسبة لتركيا، وأن ما حدث في تركيا هو جزء من مؤثرتها وتداعيتها، أو يدرك أيضا أن يعني إشعاع التغيير في مصر، إشعاع التغيير في مصر و
ما حدث في 30 يونيو ما زال قادرا بذاته على أن يعبر الحدود وأن يكون له تأثير إقليمي كبير حتى في دولة زي تركيا. الملحوظة الخاصة بذكر اسم وجيش مصر في هذا التقدير ليست عبثا. أنا أعتقد أيضا ليه في التوقيت ده، هو ده السؤال يا أستاذ أحمد. يعني دلوقتي في تطورات كثيرة جدا بتحدث، عملية تمرد تعرضت ليها تركيا حتى لو فشلت هذه العملية. أنا لا أعتقد أنها تمرد الحقيقة، أنا أعتقد أنها انتفاضة. طيب هذه الانتفاضة إيه السبب إنه هو برضو مرة أخرى؟ أنا بقول هو لا تزال في ذاكرته ولا وعيه حتى. ده كان يعني في مع حفنة من أصدقائه أول من يعني مؤيدي، وفي أول حديث له والأمور لم تكن حتى قد بدأ عليها أنها استتبت أو استقرت بشكل أو آخر، لكن يظل الجيش المصري ومصر موجودة في ذهنه إلى هذه الدرجة في هذه اللحظة. هو يدرك إذن دور ثورة 30 يونيو وإشعاع مصر وتغييرها في التأثير الإقليمي كله، حتى لو لم تخرج مصر يدها خارج حدودها. ده شيء مهم، لكن ده مرتبط بشيء تاني علينا ننتبه له. الواضح إذا كنا بنتكلم على حركة اعتقالات ومصادرات ومنع من السفر بعشرات الألوف إلى آخره ومطار إلى آخره، أن الخيار الذي يلجأ إليه الآن السيد أردوغان هو الخيار شمشون. وأنا أتصور عندما يكون الخيار شمشون هو الخيار الداخلي لأردوغان، فهو أيضا سيكون الخيار شمشون إقليميا هو خياره. السبب في أنه هو لجأ إلى هذا الخيار إيه؟ وخصوصا أنه برضو تكملة للي حضرتك بتقوله، هو مستمر في التهديد بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين. السبب إيه في هذا يعني رد الفعل الذي يتخذه الآن؟ أنا بقول لك الأعداد الكبيرة جدا اللي حصلت سواء اعتقالات أو إقالات في مختلف مؤسسات وأجهزة. أنا أعتقد أنه يرى أن الخطر المحدق به كبير جدا، وأنه حتى ليس لديه توصيف دقيق لمصادر هذا الخطر. لما ما بيبقالكيش توصيف دقيق ومحدد لمظاهر هذا الخطر وأنت في حالة فزع شديدة جدا، يبقى في الآخر خلص هتتصرفي بهذا المنهج. التصرف بهذا المنهج معناه أنه يختار يعني الشامل الذي يصل إلى عشرات الألوف من الناس ويصل إلى الآلاف من ضباط القوات المسلحة. ده فيه تقريبا 114 جنرال لواء من الجيش يعني. فأنت بتصلي إلى خيار نهائي صعب جدا، أنا وبعد الطوفان اللي احنا بنطلق عليه الخيار شمشون. لكن اللي أنا كنت عايز أنبه له أن الخيار شمشون لن يكون وقفا، إذا كان هذا هو الخيار التركي أو خيار أردوغان، لا يكون وقفا على الوضع الداخلي التركي، إنما سيكون خيارا إقليميا إذا أتيحت له الفرصة. مش هتتاح له الفرصة بقواته المسلحة، هتتاح له الفرصة بإرهابيه وبالمجموعات الإرهابية التي على علاقة بنظامه الموجودة في كل مكان. ولهذا علينا أن نفتح عيوننا جيدا أن المرحلة القادمة مرحلة يعني لن تخلو من تهديدات ومخاطر بسبب الموقف الذي وضع فيه أردوغان والخيار الذي اختاره في هذه الظروف. خيار اختاره ووضح للجميع لكل العالم هذا الاختيار الذي اختاره بالفعل أردوغان كرد فعل على هذه الانتفاضة على حسب وصف حضرتك لما حدث في تركيا. أيضا هناك تهديدات متواصلة من الجانب التركي من قبل أردوغان بتهديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، ودايما اتهمها بالكيل المزدوج. كيف ترى هذا التطور أيضا في علاقات تركيا؟ لا، هو في كلام شبه رسمي داخل تركيا أنه يتهم الولايات المتحدة أنها كانت جزءا من تجهيز هذا الانقلاب. لكن شوفي، أمام كثير من الآراء والأفكار والتصورات والتفسيرات التي طرحت لكي نفهم جوهريا ما حدث في تركيا ولنفهم بعد ذلك ما الذي يمكن أن يترتب عليه، إذا ما فهمناش ما حدث فهما صحيحا مش هنقدر نحدد بدرجة أكثر دقة ماذا يمكن أن يترتب عليه إقليميا وداخليا. مجمل الآراء التي قيلت ممكن تصنف فيها واللي المفروض توجهيها، عشان تعرف في استراتيجية كده في القراءة الموضوعية اسمها استراتيجية الخرشوفة، معاك خرشوفة بتعيدي تزيلي بالتناوب أطرافها الخارجية عشان تصلي إلى قلب الخرشوفة يعني. فقيل في البداية أن هذا انقلاب ضعيف ومحدود، أو أن هذه حركة عسكرية محدودة وأنها لا تضم إلى جانب صغير من الجيش. والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا. على الأقل 60 إلى 65% من القوام الأساسي للجيش التركي مشارك في هذه الانتفاضة،
الأتراك لديهم 5 جيوش ميدانية، الجيش الأول لم يشارك، الجيش الثاني موجود وقائده، الجيش الثالث كان نصفه مشارك، الرابع مشارك، الخامس مشارك، عدد كبير من قادة القواعد الجوية الرئيسية من ضمنها قاعدة أنجريليك اللي مستأجرينها الأمريكان واللي فيها قواعد التصنت الخاصة بها ومواقع الصواريخ إلى آخره، قائد القوات الخاصة، قائد الطيران، قائد البحرية. فأنت بتتحدثين في نهاية مش زي ما قيل في بداية الخطاب التركي، وهذا هو الذي صدر للعالم، وللأسف البعض أخذ يردده وما زال بباب غاوية يعني كده، ليس صحيحا أن التمرد العسكري الذي حدث أو الانتفاضة العسكرية التي حدثت في تركيا كانت تمثل جانبا صغيرا في الجيش، لا، كانت تمثل من 60-65% من مجمل القوات، وفيها أهم أسلحته وجيوشه كمان. الأمر الثاني اللي روج له، أنا بس عشان نصل لقلب المسألة، أيوه. الأمر الثاني اللي روج له أن هذه الانتفاضة، أن التحرك العسكري أو الانتفاضة زي ما نسميها لم تكن تملك خطة عسكرية محكمة، وأن هي سقطت لأنها استخدمت كتل قديم، وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح. الحقيقة أنهم تحركوا ووصلوا إلى أسقطوا بالهليكوبترات وأوصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى مجلس النواب وضربوه إلى مقره، وحسب تأكيد أردوغان نفسه أنهم وصلوا إلى مقره في مرميس حيث كان يقضي عطلته قبل 10 دقائق من مغادرته بالضبط، يعني حسابات التوقيت مهمة، وقذفوا المكان، وهو نفسه قال أن 2 من حراسه شخصيين تم قتلهم في هذا القصف. نعم. وصلوا إلى مجلس الشعب، وصلوا إلى التلفزيون الرسمي، لكن القوات أنا أعتقد كانت بتنقل مقدمات قوات في البداية للإمساك بالمواقع الاستراتيجية الحاكمة. نعم. وبيليها مرحلة تانية يعني دفع قوات إضافية كرصيد إضافي لهذه القوات، والمرحلة التانية لم تتم. الأمر يعني الادعاء الثالث الذي يروج له بشدة أن الشعب التركي استنقذ أردوغان وانتصر الديمقراطية، وإن بعض يعني أجزاء من الشعب التركي رغم أنها لا تحب أردوغان ولا تحب، لكنها تكره الجيش التركي أكثر، وبالتالي فهي اختارت السيء في مواجهة الأسوأ. طيب، وهذا ليس صحيحا. اللي حضرتك فرضته دلوقتي في 3 افتراضات حضرتك ذكرتها، لسه في افتراضات تانية وفي افتراضات أخرى. من ضمن الافتراضات اللي احنا كلنا الحقيقة تابعناها أيضا أنه دي بتعتبر تمثيلية من جانب أردوغان من أجل أن يحكم سيطرته على الجيش ويقوم بتصفية بعض الجنرالات وبعض الجنود والضباط في داخل الجيش التركي. أنا لست أميل إلى هذا، ولكي يقلل من هيبة الجيش التركي أمام الشعب التركي أمام العالم بشكل عام. لا دي قصة تانية عن جلال، لكن أنا لا أعتقد أن ما حدث كان مجرد تمثيلية، والترويج لهذا معناها نفي أن هناك انتفاضة داخل تركيا، ونفي أن هناك استقرار حقيقي داخل تركيا، ونفي أن الجيش التركي راضي تماما عن سلوك أردوغان وعن بناء دولة الإخوان المسلمين في داخل تركيا. هذا ليس صحيحا بالمرة. اللي حصل انتفاضة حقيقية فيها، واللي هيعمل تمثيلية هيعملها بكتيبة ولا بوحدة، ولا هيعمل انتفاضة ب60% من الجيش التركي، ده شيء يعني. ثم اللي بيتفق مع هذه الوحدات العسكرية على أن تقوم بتمثيلية هينكل بجنودها هذا التنكيل، هيقلعهم يعني هدومهم وثيابهم. من ضمن الافتراضات ايضا ومن ضمن الاراء، واكيد حضرتك تابعت هذه الاراء، ان هو كان هدفه الاساسي ان هو يقلل من هيبه الجيش التركي. لا لا لا. علشان هو يكون ليه السيطره الاكبر. لا لا، هذا 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 ليس طريق اردوغان. انا لا اعتقد ان هناك تمثيليه، كان هناك منذ فتره طويله ومنذ شهور معرفه في دوائر الاستخبارات الدوليه كلها، ومعرفه في مراكز ابحاث استراتيجيه، ان الجيش التركي يتململ من سلوك اردوغان، وان هناك محاوله للتجهيز لتغيير يقوم به الجيش التركي، وهذه معلومات كانت متداولة ومعروفة. نعم. ومكتوبة علنا حتى في أوراق لمراكز استراتيجية زي مركز ألماني مثلا. فمسألة فكرة التمثيلية دي معناها أنك بتضفي على 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 السيد أردوغان قدرة يعني خرافية. من هذا الشمشون العظيم الذي يحرك ثلث جيشه، يجري عليه انقلابا شكليا، ثم يقمعه، ثم يضرب جنوده، ثم يسجنهم عراف الشوارع، يعني ليه ايه ده، ايه القدره الاردوغانيه الهائله دي؟ حضرتك بتستبعد هذا الفرض؟ لا طبعا، هذا كلام غير صحيح. حضرتك لا تستبعد الفرضيه الاخرى، مساله ان الشعب هو الذي تصدى، هذا ليس صحيح.